أعلنت سيدة أمريكية من أصول سورية تدعى ثريا فقس ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عن فئة المستقلين. ثريا فقس من مواليد نيويورك وتبلغ من العمر 34 عاما وتحمل شهادة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وهي عضو سابق بالحزب الجمهوري، وقد عملت في مجال التعليم لمدة 15 عاما، واختارت كشعار لحملتها الانتخابية من الناس وإلى الناس.